السلام عليكم يا شباب، يا رب تكونوا بخير. وصلنا للمحطة قبل الأخيرة وهي مادة الجيولوجيا. إن شاء الله الجيولوجيا هي مادة السعادة. نعمل إيه في مراجعة ليلة الامتحان؟ أول حاجة إحنا سجلنا على المنصة 7 محاضرات شرح ومراجعة، كل فكرة قدامك الهدف منهم إيه؟ إنك تفتكر المادة اللي أنت سايبها بقالك شهر، فهتفتكر المادة بسرعة وإن شاء الله مش هياخدوا معك وقت. ده كل ده إن شاء الله يبقى يوم الخميس بالليل اللي هو يوم الانجليزي. عندك يوم الجمعه بالكامل ويوم السبت بالكامل حل امتحانات. هنقسمهم ازاي؟ يوم الجمعه حل الامتحانات القديمه كلها، امتحانات الثانويه العامه بالكامل، كم امتحان؟ 6. انا عاملهم لك بي دي اف، منزلهم لك كل امتحان واجابته بنظام البابل شيت. هتقضي اليوم ده كله في حل 6 امتحانات، تقفل على نفسك تحل الامتحان وتراجع درجتك وتشوف اخطائك. اليوم الاخير يوم السبت هنزل لك بقى امتحانات متميزه فيها شامله كل اجزاء المنهج، حوالي أكتر من 230 سؤال، 230 فكرة هتحلهم، وبعدين نتقابل في اللايف الساعة 5 إن شاء الله نحل كل الأفكار اللي احنا محتاجينها. هانت، ما عادش قدامك حاجة، انت شايف كده الترابيزة بتاعتك كل يوم بتشيل من عليها كتب. إن شاء الله تشيل الجيولوجيا وانت مبسوط وتدخل على أحياء. ربنا معاكم، سلام عليكم. إزاي أتفرج على مراجعة ليلة الامتحان؟ كم محاضرة؟ 7 محاضرات، 7 أبواب شرح ومراجعة في وقت قليل جدا. الطريقة انك سعادتك لازم تدخل على المنصة. المنصة اسمها يلا ستيب. بجيبها منين؟ اسهل حاجة من جوجل، بتجيلي المنصة اول واحدة يلا ستيب، بعد كده بدخل على المنصة بتجيلي الصفحة بتاعتها بيقول لي سجل الان، بعمل حساب جديد. اول ما يجي الحساب كله، وطبعا انا عارف ان معظمكم سجل اصلا، بعد ما بسجل الحساب بيقول لي بعد كده انت بتدخل على الصفحه اللي بعديها، هيجي لك الكورس بتاع الجيولوجيا، هتدوس عليه وتدخل الكود اللي معاك وتتفرج على المحاضرات. وربنا معاك.